ان اليوم الانتدابات ما كانش عندها دور في هذه المقابله ضد الحسنيه. انتدبنا مجموعه الانتدابات اللي كانت في الفريق اللي ما دخلتش اليوم، لا عطيه الله، لا كركاش، لا شينا، بزاف ديال اللعابه ما شفناهمش اليوم، في حين مجموعه ديال اللعابه اللي كان مغضوب عليهم لعبوا اليوم وما داروش اداء، ما عطاو حتى شي حاجه في المباراه، بالعكس كانوا اخطاء اللي خلاو ان الحسنيه تسجل علينا هدفين. الاداء ديال اليوم كان غير مقنع بالنسبه لي، ولكن في الشوط الثاني، في الشوط الاول كان غير مقنع، في الشوط الثاني خصوصا بعد ما تسجل علينا الهدف الثاني الوداد عاد من اللعب ديالها، والميركاتو كان نظن بانه كان في المستوى. الميركاتو ديال الوداد ديال هذا الميركاتو الشتوي كان في المستوى. الميركاتو خص الجوده ماشي في الكم، حنا بغينا الجوده ديال اللاعبين ماشي الكميه. الكميه حنا كاينين لاعبين في البطوله اللي موجودين، ولكن خصنا لاعبين اللي في المستوى. الوداد كتلعب على عده واجهات، كاينه الواجهه الافريقيه وفي المستوى عالي. تشامبيونز ليغ خصنا لاعب اللي كيسوى مليار جوج المليار. اما اللعابه اللي كيجيبهم السي سعيد الناصيري ب 100 مليون وعلم الله شحال كيجيبهم كاع، هذوك ما عندنا ما نديروا بهم. ما شفناش الانتدابات ديال سعيد الناصيري، ما شفناش لعابه جداد، شفنا لاكس ديال الوداد لعب بلعابه اللي ديال ديبانا صراحه في الخروج ديالهم، ولا عطى واحد شويه حتى خرجوا عاد لقينا واحد التوازن في الفريق صراحه. بعض اللعابات مخص بهم بالذكر اللاعب النهيري اللي ما بقاش بلاصه في الوداد صراحه. كان بغي نقول سي ناصيري في الانتدابات اللي جاب 11 لعاب، فشناهم القيمة السوقية ديال اللاعبين صراحة. أول مرة كنشوف لاعب كيجي سيني في الوداد صراحة ب 600 درهم، فكنشوفوا مثلا اللاعب اللي سينا في وجدة اللي جا من كان من الهلال الجعدي، فعطاو فيه قيمة عطاو فيه قيمة مالية أكبر من الوداد. الميركاتو ما حنا كن أنا غير راضي صراحة لحد الساعة من غير أسماء غير راضيين، ولكن في الملعب لأن الوداد انتدابات في الميركاتو الشتوي خاصك لاعب اللي يكون واجد. ما نقدرش انا ما غنديروش معسكر في الصيف ونبداو نديرو ماتشات ماتش اميكو ونتسناو يتاقلم، خصنا لعاب اللي كنعرفوا القيمه ديالو غيجي غنقحموه في عصبه الارض ضد ترجي، ضد مازيمبي، ضد فرق كبار اللي غيعطينا الاضافه. وبوغ الميركاتو اخويا راه ما نقولش لك ما عندك ما دير، هذا هو المارشي، هذا هو المارشي، هذا هو الشيء اللي كاين. اللهم شويه 50% من الدراري من الشباب ومن هذا الشيء اللي جاب ما رادينش، كاملين ما رادينش. بغينا اخويا بقى واحد 40 تويتر واقيلا اللي بقات على الميركاتو باش يتسد، يتحرك شويه في لي دو جوغ من الويكاند. والله نسمعوا شي ثلاثه الناس، ثلاثه لي بوست راه ناقصيننا، راه ما عندناش افا سونتر، ما كاينش مليون تيران، راه الديفونس راه لاعبين برضات الوالدين. وسعيد وحرك لينا، بقات لنا 40 تويتر.